ضيفتنا موهبة أدبية واعدة وشابة تمكنت من نسج الحروف وواثقة من خطواتها الأولى، خلقت فكرة الكتابة من رحم الطفولة، وكان هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الموهبة. لنتعرف أكثر مشاهدينا على موهبة ضيفتنا. صارت معنا ضمن الاستوديو أريج الداري، شاعرة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك ونورتي صباحنا اليوم. ودائما هيك نحن بنشعر وقت نسمع اشعار النثر الخواطر بشيء احساس حلو بحياتنا. خلينا بدايه نتعرف عليك كانسانيا ادبيا ثقافيا. بالبدايه انا اريج الديري من مصياف، قريه اسمها الصارمية. انشات بهي القريه، درست بجامعه تشرين باللاذقيه، درست بكلية الحقوق. هلأ أنا حاليا طالبة حقوق سنة رابعة ومتخرجة معهد حاسوب، حاصلة على شهادة إعلام دولية وشهادة إعلام محلية ما شاء الله، وشهادة بالذكاء العاطفي ما شاء الله. ويعني عندي خبرات معينة استنادا لأعرف عن كل شيء شيء وعن شيء كل شيء. يعني خلينا نوضح أكثر أريج، اليوم شو المحرك الأساسي للكاتب؟ اليوم بيقولوا لك أنه الظروف المحيطة فينا، المواقف اللي منتعرض لها، هي ممكن تخلق عنا حالة كتابة. خلينا نوضحهم. طبعا إذا بدنا نبلش من نقطة المواقف اللي منتعرض لها، بنرجع لنقطة أساسية واللي هي أنه المحرك الأساسي للكتابة أو أي مشروع إبداعي، مثلا الرسم، الموسيقى، الكتابة، اللي هو الألم. الألم هو المحرك الأساسي. أكيد. ليش؟ لأنه هو يعني كل هدول الإبداعية، كل الحركات الإبداعية اللي ممكن تخرج من الشخص هي بترجع بدها محرك أساسي ودافع. طبعا هذا الألم نحن منصوره بطريقة معينة. أنا مثلا ككاتبة بصور الألم عن طريق الكتابة، عن طريق الشعر، عن طريق الصور البيانية، الصور الشعرية. بنحاول نوصل للعالم الشيء مثل ما نحن بنشوفه. صحيح، تمام. دائما نحن بنقول انه الابداع يخلق من الالم، المعاناة. ودائما نحن شفنا نجاحات كثير لكتاب وشعراء مضوا بمعاناة كثير كبيرة. خلينا نحكي اليوم وقت منقول كاتب، وعم نشوف اليوم كتاب وشعراء كثير بالمجال الأدبي اليوم، شو أهم الصفات اللي حضرتك قدرتي تشكليها بشخصيتك؟ هلأ هي ما بتيجي على صفات أساسية، لأنه ممكن نشوف شاعر بدوي، ممكن نشوف شاعر ريفي، ممكن نشوف شاعر مدني، بس الفكرة هي مو الصفات، هي لنكون بشكل أدق. اليوم في أدوات بشكل أدق اللي هو يكون الفطرة السليمة للكتابة. هلأ نحن بنلاقي كتاب مثل ما حضرتك ذكرتي، هلأ في كتاب، بس في هدول الكتاب بتلاقي كتاباتهم ما بتلاقي عليها كتير مثلا تنقيبات، ما في ملاحظات، بس ما بتلاقيها قريبة على القلب. شو السبب؟ السبب انه هذه بتكون مكتسبة، يعني عن طريق الخبرة. مثلا بتلاقي هذا الكاتب الجيد جدا هو قارئ 100 كتاب، طبيعي اي انسان بس يقرا 100 كتاب بده يكون كاتب جيد جدا. فالفطره السليمه بتعطي مشاعر لاي شيء، عرفتي شو؟ فمثلا انا وقت اللي بلشت كتابه مثلا بتلاقي بكل عباره كبيره طويله بتلاقي مثلا كلمتين ثلاثه بس هم صور شعريه قويه، تمام. اما بالباقي فبتلاقي انه مثلا كله ما زيادات، تمام لهم. فمثلا يعني المشاعر هي اللي بتعطي لاي عباره ولاي شيء الجوهر. صحيح، تمام. طيب نحن عرفنا انه عم تجهزي لروايتك الجديده، خبرينا عنها اكثر، عن اسمها، عن الافكار الموجوده فيها. هل معك شيء اليوم بخصوص هذا الموضوع؟ هلا الرواية اسمها ارتشف العشق بلا شفتين. هاي الرواية عبارة عن رسائل أدبية. ببداية الرواية بحكي فيها أنا عن أول شيء بوضح الشخصيات صفاتهم، وبعدين الشخصية الأنثى بالبطلة بالرواية هي بتبلش إنها تبعت رسائل أدبية. بهي الرسائل بقى بتكفي الرواية هذا النسق.
كاتبة شيء اليوم عن الرواية؟ ايه تمام. هلا انا مجهزة شيء عن كل مراحل الحب، من الحب للتخطي التعافي للفراق. الفراق هي اساسية القصة، من الحب من الحب للفراق. ليش دائما بعد الحب في فراق؟ يعني ليش القانون بحياتنا يعني؟ خلينا نقول انه لحتى ينكتب لازم يكون في فراق. يعني اليوم ما عم نحكي بس على الفراق العاطفي كحبيب، كفراق الاهل، كفراق الصديق. نرجع لحديثنا الاول اللي هو الالم. خلينا نشوف ألمك اليوم، المحرك الأساسي ألمك. هلا ممكن ما يكون مثلا، هلا أكيد ما في شيء بينكتب من فراغ، صحيح، بس أحيانا ما بيكون في شيء شخصي تماما. أه. بس بتكون في قصص إنه مثلا أنا تأثرت بموضوع صحيح. معين آخر. طيب سمع، خلينا نشوف ألمك وقلمك شو كتبوا اليوم. تفضلي. قلت في الحب يطرق باب قلبي بالنسيم فيفتح، رجلا من الشمس إن شرق أشرق وإن غرب أغرب. نعم. قلت في الغزل حبيبي الجميل يا شهي الفكر يا خبز قلبي الجائع يا أمان اللاجئين في روحي في ربيع عيناك هناك بالضبط أزهر مهما كان خريف العمر قويا لكن يا ربيع حياتي أنا هنا أكتب لك وقد طال الخريف يا حبيبي طال. قلت في الغيرة الحب جرح الغيرة أسيد صافي من يعلم بحبك ويضع الأسيد اسقه منه ليكن صراخا موحد. قلت في الحزن والفراق أحاول تقطيع الريح عبثا وجلدك بالرصاص أحاول جمع الضوء في إناء الليل وتسبيح السكون أحاول سف الغبار لتضميد الجراح أحاول استئذان الحجارة في الغياب عبثا أحاول وعبثا تدوم المحاولات في إطفاء الماء بالماء وإقناع النسيان بالنسيان وتركك. تمام. إقناع النسيان بالنسيان. قديه العبارة اليوم يعني النسيان لحاله هو حياة أخرى. كيف بدك تقنع النسيان؟ كيف بدك تقنع اليوم نسيان صحيح. بالنسيان يعني، وخاصة إذا كان الموضوع متعلق بالعاطفة. أكيد. يعني يمكن أريج مبين أنه بتكتبي كتير عن الحب عن المشاعر طبعاً. لكن شوي يمكن ذكرتي أنه هذا الشيء يمكن ما يكون له علاقة بشخصيتي بأنه أنا عايشة قصة حب. هو ممكن ما يكون شخصي لهي الدرجة. بس يعني بشكل عام نحن يعني أي شيء بدك تعطيه هي المشاعر الهائلة بده يبين بعشر أضعاف حجمه الطبيعي. بس إذا كنتي عايشة القصة يمكن بيكون عندك مفردات أكثر قادرة أنك تعبري وتوصلي فكرتك بشكل مناسب. ممكن. انت عايشه قصه حب شيء ممكن. هلا هي بقى امور شخصيه عرفتي عليك ما حابه نقول فيها. الكاتب والشاعر عنده عالمه الخاص بخياله. اليوم من الخيال انت قادره تخلقي الاف العلاقات والاف الروايات يعني صحيح. طالما في انسجام روحاني بينك وبين خيالك يعني صحيح. سريعا صعوبات اليوم عم تواجهك وحابه انه هيك يكون في حلول لحتى تقدري تعطي اكثر. ليكي هلا بالنسبه للصعوبات كلنا باي مجال رح نوقع ونرجع نوقف ونرجع نوقع ونرجع نوقف. الاهم هو المحاوله دعم. يعني الفشل الحقيقي هو عدم المحاوله يعني بترجمته الاخيره. فانا برايي يعني الصعوبات متنوعه اذا بدنا نحكي عنها بشكل عام. بس انا كصعوبات واجهتني بشكل شخصي يعني هي امور ما بتخص الكتابه بشكل خاص، هي بتخص كل مجالات الحياه اللي انا عم بصير فيها، مثلا دراستي كتابتي اي شيء. فما في شيء خاص معين يعني الواحد يحكي الصعوبات. الصعوبات موجوده بشكل ما في صعوبه بتجي بنفس الشكل اللي اجت فيه قبلها. دائما راح له لذة بدون صعوبه. اكيد دائما بتعطي شكل اخر تماما، لانه لو بتعطي نفس الشكل ما كان اسمه صعوبه ابدا. تمام. في وقت معين او مكان محدد انت تحبي انه تكتبي فيه؟ بيقولوا لك في ناس بالصبح ممكن تكتب مع فنجان قهوه، بيقولوا لك في ناس بالطبيعه بالبحر، تتعدد الاماكن. بالنسبه لك وين هيك بتشوفي حالك انه انت قادره هون فعلا انه تكتبي؟ وقت اللي بحس انه انا هلا بهاللحظه حابه اكتب ممكن اكتب بالسيرفيس. ما في وقت معين. لا لا ابدا، انا هذا الشيء اللي برجع بحكيه هو الفطره بدها دافع حقيقي. بس تطلع الفكره خلص. أيوة. بدك تدمي. تمام. مثلا الروايه ارتشف العشق بلا شفتين، وقت اللي انا طلع معي اسم الروايه كنت نازله على السفر يعني نازله بالطريق. يمكن لو محضرتي لها هيك ما كانت ما بتطلع. لا اكيد صحيح. اكيد.
اكيد الشاعره اريج الديري، بدنا نتشكر حضورك لليوم، وفي هيك في عنوان حابين نختم فيه، هي للاحلام قصيده سنقراها في كل مكان يوما ما. ان شاء الله بنشوف اسمك وبنقرا لك كتابات بتليق بإبداعك، وإن شاء الله بيكون هذا الإبداع نابع عن خلينا نقول أمل وفرح، والله يبعدنا عن كل شيء حزن. آمين. شكرا لك أريج الديري لحضورك. شكرا لك كمان، نورتينا أريج. تسلموا يا رب.